مرحبا، حيا 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 ورحب الجميع. مشترك اليوم جاب عيد ميلاد احمد حجر الرئيس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بالجميع فوق العين فوق الرزق. مرحبا، حيا 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 حيا. اردوغان اتواصل معي وبيتصل عندي، قال لي يا احمد هاجر حق الله ضرس العقل الذي عندكم في الارض، ضرس العقل النصب التذكاري، ليش يقلعوا؟ ليش يقلعوا؟ قلت له لا تصيحش. قال اصيح؟ قلت لا تصيح. قال لك لا وجه يرجع يخلي ابنه يصلي، محسن الاردوغاني. قلت له كل ابوك يهدى ويصلي على النبي وما بيش داعي، بعد ارجع حقني اردوغان بكل هذا. قال اتواصل معك اردوغرل. قلت خلي اردوغرل يتواصل معي، اتصل بي اردوغرل، طلع في التليفون رقم اردوغرل، اجاوب انه الحصان حق اردوغرل، الحصان حق. قال عادوا بي هذا حمار، عادوا بي قلبي يصلي هو حليمه. قلنا خلاص خلي يكمل يصلي هو حليمه ونكسر ما يشتو. قالوا بعد ارجع حق بامزي، بامزي بجلف ما يصافج، بامزي قال شاد جليمان، بامزي هناك، بامزي هناك في فندق امزي وبكر الصباح، ليش تبعد النصب التذكاري حقني؟ ما قصدكم بالحركه هذا؟ ليش تبعدوه؟ قلت له شوف يا اخي اهدا، انا ابرر موقف دولتنا وحكومتنا، احنا ما بعدناش حقد ولا لا ابدا. اصلا قدو متسوي الساعه الضرس، الان بعدوه فعلوا له حشوه مؤقته، يعني حشوه تذكاريه مؤقته، بعد الحشوه التذكاريه المؤقته يفعلوا له باسمه تلبيسه عاج، يوقع نصب تذكاري عاج، وبعدين نبدا نغني احنا وتركيا، عاج الهواء عاج عاج لحبيب الاولي عاج، نغني احنا وتركيا. طبعا سالنا بعض الناس اللي هم ضحاضيح وكذا ومشرفين، ليش بعدتوا النصب التذكاري؟ الحين نخرج من الزبج شويه، نخرج من الزبج لانه حمى تشفح. ليش بعدتوا النصب التذكاري الذي بيننا وبين قتل 10 سنوات او اكثر؟ النصب التذكاري فجاه حد غير النصب التذكاري كذا منعس نوم ونوم، لانه بسم الله الصبح تعلم القات. بعض الوقت كنت اخضر من جنب النصب التذكاري وهو كذا وانا مورم من بحشم دمو لعقات واصل، وذاك وقت الظهر ما تلقاش النصب التذكاري انا في الارض، ما تلقاش. يصير يسوق عنقاد يشلل الكات، يرجع باربع علاقات ويخزن زرد حين يجس، ما بيسهل بالله من الصبح، وجالس واصل جالس مع بلوكوب واصل ومبحشم دمولع في اليمن دمولع. انا سالت مشرفين وضحاضيح مسؤولين ليش بعتوا النصب التذكاري؟ قالوا لان اردوغان حبايب هو اسرائيل، هو اسرائيل اصلا النصب التذكاري هذا، هو ما يمثلش اردوغان، هو يمثل الشعب التركي كله. لا تحرموناش من الشعب التركي الوسيم القبل المهند غاثي مني، نور اتصلت بي مرت مهند غاثية. ليش يا حمد حمادة؟ ليش هكذا هكذا هي حكا هي فيها لا تقع هكذا؟ قلت لها هكذا هكذا وإلا فلا، كلهم غاثي. أهم شيء قالوا إن علاقة أردوغان بإسرائيل كذا كذا ومدري ما، وإنهم حبايب وإنهم كذا. إسرائيل موجودة حتى في اليمن، ما قصتكم؟ إسرائيل موجودة داخل اليمن، سر أي محطة بترول الذي بيسكبوه إسرائيلي، ما قصتكم؟ نقولك يمني ابعد على القبع، أيناك عين الزنانير، يهود وإسرائيليين. ادخل بعض المؤسسات الحكومية وبعض الشركات الخاصة، ها ناس الذي بالكوافي، أي واحد بسر بكوفي بعد الكوفية بعد القبع، أي خرجين نزل الإسرائيل موجودين داخل اليمن، الذي بيرفعوه على الناس والذي أصحاب الباصات، غالبية أصحاب الباصات الذي الآن حاليا بيرفعوه سعر الراكب لا 200 أو لا 150، إسرائيليين، إسرائيليين هم من إسرائيل. إسرائيل شوف الزنانير بسر القعشات، هقول لك أصحابك الذي فوق الباصات، لا 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 لي والغني بتي لا 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 لي، تمام انبش أنا شل المفرس انبش أنا، أي تندل الزنانير حقهم، الزنانير يا قلبي لعنة الزنانير. إسرائيل موجود داخل اليمن، أمس طلعت كذبة قالوا إن دولتنا المحترمة والعظيمة ولا كلفت أكثر من 50 باص يوصلوا الناس إلى وظائفهم وإلى جامعاتهم الطلاب وخذا مجانا على حسابها، على حسابها كذبة كذبة ولا به من الخبر خبر. بعض أصحاب الباصات ضعفاء النفوس السرك بعضهم، وبعضهم عين الناس، بعضهم الإسرائيليين، الإسرائيليين أصحاب الباصات بيطلعوا الناس من 200 وبعضهم يطلعهم من 150 سرك نصابين. أين الدولة في هذا الموضوع؟ أين الإدارة عاملة المنول؟ الملول الملول لا 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 هذا الحنش بك، اين مهوله؟ اين الرقابه؟ انتم دارين ما بيقولوا عنكم؟
يا دولتنا المبكرة ان انتم غير تأخذوا ولكن لا تعطوا، تأخذوا بس ولكن اين الرقابة؟ اين هذا؟ اين هذا؟ الزمان صاحب البسط بمية الراكب بمية بمية اعجب صاحب البسط ولا يلعن والد ابوه يصير يجلب البسط حكارك، لا ينهبش الناس، لا ينهبش المساكين. انتم للأمانة الناس بيقولوا ان انتم دولة فاشلة، فاشلة تأخذوا فقط ولكن تعطوا لا. الان الشعب اليمني تم انضمامه الى الدول العظمى، سعر التفاح البترول 19500 تعرض يا انتي راح التفاح البترول 16500 راح تفاح البترول 16500 واكثر بترول واوسخ بترول واتفه بترول اتفه بترول قسم بالله انه يتبخر وعدوا وزحمه ما قصدكم زحمه زحمه الان 16000 اقسم بالله في اليمن وانا اقدر احكم لو ترتفع قيمه التفه البترول ل 100000 لا تزيد لا يزاحم اقسم بالله لا يزاحم ويتضارب ويتقاتل امس في محطه ماتوا يجي 300 واحد طعن وسد على مدى التفه البترول ما فرعت بينهم الا الطرمبه خرجت صلوا على النبي ويبس تار ملفلفه من صدرها باين صلوا على النبي مالكم البترول لا يوصل يا عم يا با يا غارت كانت صيحة ترامب يا غارتها يا ترامبيتها يا شركة النفطيتها 16.5 يعني بثلاثين دولار مشي في أمريكا بثلاثين دولار ولا في السعودية ولا في الخليج التب البترول عندنا 16500 ومش موجود ومش هذا على أساس السعر التجاري الذي يدخلوا المحط ليش بيتعذب الشعب أنا الشيء أنا أحمد حجر الشدراء ليش الشعب بيتعذب وأنا واحد من الشعب إحنا بنتعذب 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 لازم دولتنا وحكومتنا تكسب الناس خلوا الناس يحبوكم خلوا المواطنين يحبوكم ضخوا 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 ولو خسرتوا شي تربح المية عادي ولو خسرت 90 عادي خلوا الناس يحبوكم الناس كد بيكرهوكم والله خلوني انا زي ما تقول انا همزة الوسط بينكم وبين الشعب اقسم بالله ان الشعب بيكرهكم اقسم بالله ان الشعب بيكرهكم على ما بيشوفوا في المؤسسات على ما بيشوفوا في المحطات على ما بيشوفوا في المجاملات على ما بيشوفوا قسما بالله انهم بيكرهوكم تعبوا بغروا خلاص الان اصحاب الباصات مثلا والله العظيم والله عجوز بكيت كانت ما معها اللامية ومضطر اني تسير للتحرير وهذاك صاحبهم قال يا الحنوات في انا حبيت الخشب بخمسه وفي شيء خرج من لكفه قالت هذا ومقود قدوه اخضر المقود احنا البورية موجودة المقود قدو داخل يمسح لها القد داخل جنب اللوزتين فعلا غربوا لكم ارتدت جنب اللوزتين بالعب اللوزتين زعل قندل لما احرق اللوزتين زعل لمبه ونزل عجوزي وقمنا ضربنا انا ضربت جنفت حكي البرش ضربته شايبه شايبه توخ وسط حافله توخ توخ من الجوع انا قصدي انه صايم دوخ كان انا قد لي يومين بدون اكل والله والله لا يجوز لا يجوز لازم من عدالة علشان الناس يحبونا ويحبوكم لازم من عدالة 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 خفوا على الشعب أنا داري إنه مشو غير انتو إن العدوان الإمارات السعودي كلهم تكالبت الدول وتكالب والإسرائيلي الذي هنا على المواطن اليمني المسكين قسم بالله إنه الضحية وكبش الفداء والله إنه المواطن المسكين والله ما الكبر والله ما بقع باب التمشي والله والله وتالله قسما بالله عز وجل ان الضحيه هو المواطن المسكين الغلبان اما الكبار والطهاضيح والذي مقبعين يبعد غير القبع والزنا يخرج الاسرائيليين موجودين في اليمن الاسرائيليين في اليمن